ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتحتفل سفارة إيطاليا بالقاهرة وعلى مدار 4 أيام بيوم التصميم الإيطالي، وده بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية الرئيسية عبر تنظيم حدث بعنوان من الهالك إلى الذوق الرفيع، وده في مبنى The Factory والهناجر بوسط البلد. النهاردة هيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لتوقيع بروتوكول تعاون بين المتحدة للرياضة والاتحاد المصري للكاراتيه والإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم 2025. يقام المؤتمر اللي بيحضره بجانب وزير الرياضة عدد كبير من الشخصيات الرياضية بأحد الفنادق الخاصة في 9 مساء للإعلان عن استضافة مصر للبطولة والكواليس الخاصة بالتنظيم. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار جولة الإياب في دور ربع نهائي الدوري الأوروبي. هيلتقي روما الإيطالي مع ميلان الإيطالي في 9 ليلا. في نفس التوقيت هيلتقي كل من أتلانتا الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي، ويست هام الإنجليزي مع ليفركوزن الألماني، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي مع بنفيكا البرتغالي. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة. هيلتقي سيراميكا مع الاتحاد في 4 عصرا، وفي 7 مساء هيلتقي فيوتشر مع فاركو. في نفس التوقيت هيلتقي الإسماعيلي مع زد.